البعض يرى بأن غزة إذا ما سقطت سوف ينفرط العقد، هل هذا حقيقي؟ هل بالفعل إذا لم تحل قضية غزة والقضية الفلسطينية لن تحل قضايا المنطقة؟ بس وضحيني ما معنى كلمة سقوط غزة بمفهوم حضرتك عشان أجاوبك مظبوط. يعني إذا ما استطاعت إسرائيل مثلا أن تدخل غزة وتقوم بحكم غزة في اليوم التالي وبالخطة التي المعروفة التي تضعها إسرائيل والتي ليس لا تعد سرا. هلا نحن دائما نقول نتكلم عن المستقبل يعني. نعم، الموضوع الفلسطيني هو أساس السلام والحرب في المنطقة، وهو مفجر كل المشاكل الأمنية التي تحصل في منطقتنا، لأن هناك شعب من 15 مليون إنسان محظور عليه أن يعيش حياته العادية في حدود من الاستقلال والسيادة والكرامة والأمن. نحن 15 مليون إنسان محظور علينا أن يكون لنا دولة. المنطقة لن ولم ترى السلام والاستقرار دون أن يحل الموضوع الفلسطيني، بما يكفل أن تكف إسرائيل يدها عن رقبة هذا الشعب الفلسطيني الذي تضطهده، وتعمل إسرائيل على إبادته إبادة كاملة. طالما أن هذه النار مشتعلة في فلسطين سيصل لهيبها بين وقت وآخر إلى الدول العربية ودول الجوار الغير عربية، ونحن الآن نتكلم عن حرب قادمة في منطقة موجود فيها حرب أصلا، وستطير المقذوفات الإيرانية فوق الأراضي العربية وتطير المضادات الإسرائيلية فوق أراضي عربية. العالم العربي، ولم نتحدث كثيرا عن دور العالم العربي، سيكون بين نارين، وفي النار هو نفسه. لذلك الحل هو وضع حد لهذا الصراع المميت عن طريق أولا عدم إعطاء إسرائيل أي جوائز على قتل الفلسطينيين، حرمان إسرائيل من علاقات طبيعية مع الدول العالمية والعربية في ظل هذه الجرائم غير المسبوقة التي نراها. وقد تفضلت محقة في الإشارة إلى أن غزة أصبحت في العناوين الخلفية، يحدث إبادة جماعية في بلادنا، في بلاد العرب، في فلسطين، ويهبط هذا الحدث إلى المرتبة الثانية أو الثالثة. شعب يباد، إسرائيل تقتل يوميا العشرات إن لم نقل المئات، وها نحن نرى إسرائيل عندما تريد أن تغتال شخصية مثلا من أي فريق كان، من حزب الله أو حتى هنية في طهران أو العروري رحمه الله، تستخدم قنبلة واحدة أو صاروخ واحد، لكن في غزة تستخدم قنبلة وزنها 2000 كيلو جرام لكي تقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء. هذا هو ما يحدث، هذا هو الشيء الرئيسي. حتى لو كان الاستهداف لأحد عناصر المقاومة دكتور جمال، فإنها تقوم بالفعل باستخدام هذا الكم من القنابل للقضاء على شخص واحد ومعه المئات.